الشيخ محمد رحمه الله القواعد الأربع. منهج الشيخ شيخ معروف وغني عن التعريف رحمه الله، وعنده كتب كتب الله لها القبول، فهي تدرس في كل أنحاء العالم، من غابات أفريقيا إلى جبال أوروبا، مو إلى صحراء آسيا. سبحان الله، الشيخ ما كان عنده لا فضائل حتى نعرف، ولا كان عنده موقع على الإنترنت. رجل عاش في البادي، في صحراء البادي، ونحسبه الله حسيبه، عنده صدق وغير على التوحيد والسنة، عنده غير في التجديد، عنده يعني حب للعقيدة السلفية الصافية مع الجد والمثابرة. ونحسبه والله حسيبه فيما عنده الصدق وإخلاص. بارك الله جل وعلا له في دعوته، وأصبحت الناس تأتي إليه في الصحراء وتثني عنده الركب، وألف بعض الرسائل كتب الله لها القبول، وبعد مئات السنين الناس تقرأ وتدرس وتدعو له بالرحمة. فيعني هذا أيضا يعطينا درس في قضية أن الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص والصدق. يعني مرات يشوفون بعض الدعاة يعني فضائيات وكذا، والعلامة والمدري إيش والمدري إيش، يموت تموت دعوته، لو قبل ما يموت تموت دعوته. أي يا أقوى طالب العلم لا بد أنه دائما يجاهد نفسه على قضية الإخلاص والصدق. فهذا مثال يعني الشيخ محمد في 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 صحراء، في بادية، رجل فقير يجدد الله جل وعلا على يديه الدين.